بروا كيف ما كتعرفي بزاف ديال السيدات كيعانيو من مشاكل عديده ديال الشعر، وانا من هاد النوع ديال السيدات اللي فريمون شعري ما كنحيش شنو ندير ليه. دونك ما كنتش انني بوحدي، حيت بزاف ديال السيدات غادي يكونوا مع الصباغه، مع البروشين بزاف، مع المناخ، تغير ديال المناخ، شعرهم كيضر. دونك وقال الحجر الصحي فرمدان، هذه هي الفرصه باش كل امراه تستغل الوقت ديالها باش تعتني بشعرها، مكونه طبيعيه وبماسكات بسيطه. مروه، عندك لينا شي وصفه للشعر؟ هو ملي كندخلوا في مجال الشعر هناك وصفات كثيره كما كتحد على حسب المشكل اللي كيكون عندنا في كل مره. يعني انا كنصح السيدات، بما اننا اولا احنا في حجر صحي، كاين بعض النساء يعني اللي اثر نفسيا عليهم الحجر الصحي واثر عليهم يعني في الحاله النفسيه ديالهم، وهادشي راه كينعكس على الشعر ديالنا اللي كيجعل ان الشعر ديالنا كيفقد اللمعان، كيولي شعر خشن ناشف متضرر، ما كتبقاش فيه حيويه. دونك لهذا فهاد يعني المده اللي بقى عندنا اللي كتواكب هي حجر صحي وفي نفس الوقت رمضان، انا كنرجعوا نيكيليبريو الماكله ديالنا، نشربوا مزيان المياه، احنا محتاجين ليها الجسم ديالنا ولا البشره ولا الشعر ديالنا. وفي نفس الوقت ما اننا ما كنخرجوش ما كنمشوش للعمل، هذا يعني كيساعدنا اننا نقدروا نديروا حمامات زيوت للشعر ديالنا، نقدروا نديروا ماسكات اللي تكون طبيعيه، لاننا غنريحوا شعرنا من استعمال البروشينغ، من استعمال البابيليز، من انه مثلا كاين السيدات اللي الشعر ديالها كيتدم يعني كتغسلوا كل يوم لان العمل ما كيسمحش ليها انها تمشي به هو في هذيك الحاله. لهذا حنا في هذا الشهر كنعرفوا باننا الا خلينا شعرنا درنا ليه واحد اللي كنقولوا الريتوال باش نعاودوا نكتسبوا شعيرات جديده، يعني خصلات الشعر اللي يكونوا بواحد القوه اكثر، نحاولوا نيكيليبريو فروه الراس. انا بالنسبه ليا اول حاجه كنحبسوا السيشوار في هذه الفتره هذه، ما نبقاوش نضروا شعرنا بالالات يعني اللي كيعطيو سواء السيشوار سواء لو فيغاليسي اللي هو البابيليس. دونك نحاولوا هاد جوج ديال الاشياء نبعدوا عليها. ثاني حاجه واننا ضروري قبل من الحمام ديالنا نديروا واحد حمام زيت، يعني واحد المده ديال 20 دقيقه حتى 30 دقيقه راه كافيه. هنا كنجيو نشوفوا بس كل سيده شنو المشكل اللي كتعاني منه. مثلا الا كان عندنا شعر خشن راه نقدروا نديروا ليه الماسك ديال لافوكا مع زيت الكوكو، يعني حبه ديال الافوكا كتكون طايبه مزيان، كنخلطوها بواحد جوج معالق ديال زيت الكوكو حتى كيتخلطوا زيت الكوكو كندفيوها بيان سور باش ما تكونش قاصحه تولي زيت، كنخلطو مزيان طربوه حتى كنحصلو على واحد الكريمه، وهذيك الكريمه كنستعملوها في الخصلات اللي كتكون عندنا خشينه في الشعر ديالنا، يعني ماسك الشعر من الجذور الى الاطراف كنخليوه لمده ديال 30 دقيقه.